السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء، دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. وده ايه اصله ده؟ يا نصيبتي السودا، هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت رد، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السوداء اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. اسكتي. بعد اذنك يا هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبة، تعالي ريحي بره، تعالي تعالي. ريحي هنا، ريحي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي جوا ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقف جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ ما انزحها من الاول خالص، احنا ناقصين نصايب. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد معاك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب البيت ده بلاوي من كل لون يا بطيسطه؟ سمامين دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. اتبلط في ام الشقه ويبعد عيد، زي اللي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه، تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه. ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطة طمعانة فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقرة. مين ده تشتري كل البقرة اللي في السوق؟ ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ ايه هتدفع كام؟ خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على انجاجة كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها، ببص عن بقعي. بقول لك ايه، عشان اهل الحاره يصدقوا بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها مش اصلها. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك. الله يا عم شكري. يا كوريا راحه فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه، هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمه؟ شتمت ولا لا؟ عيني يا فيد يا مشعط يا جرجير. بس يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه ايوه، امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس، زمان زمان قوي. يا اختي بطن البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده. ده انت من الدور. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها، بس بتحط قشطه والله، بس بتورته. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله، الكنب كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها
مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده، شفتي طقم ده زين، ده طقم اسري ما فيش منه الا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعال بص عليه، تعالي خشي اقعد ريحي اقعدي. متشكرة أوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها، تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت بتجي على ايه؟ انت خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقنطه سفن ستار. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج بعاطع بوهي. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبرك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه. على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي ايه؟ تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها؟ تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي تتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري مشيني من هنا دلوقتي حالا. في داهيه. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فاهمه؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبويه المبروكه، كانت متجوزه راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات اولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ اتفضل، هذه المتعلمه بتاعت المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفته البيضة. اي نعم عليها قضيه ولسه ما اتحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمه حق وما ارضاش بالذل تتلفى لي تهمه وترمي في السجن. صح؟ ما هي دي بلدنا. امال عالمها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواق. ايه؟ انت بتتكلمي عني كده ازاي؟ أنا بزنس وومن شريفة ومحترمة، عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو أنا لو كنت نصابة كنت هتلاقيني في المنطقة الحقيرة دي؟ أنا كان زماني قاعدة في واحد من أحسن الأوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وأرجع تاني لحياتي الطبيعية، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هانم، يا جمالات هانم، يا جمالات ما تاخذنيش. كوريا دي بنت جدعه جدا وبنت بلد، وبكره تعرفي قيمه كلام اللي بقوله ده. ما
بعدين انت يا كوريا فيه مالك الهانم هتدفع لي 500 جنيه ايجار الاوضه في الشهر، مش قليلين يعني 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومة الجزار اللي شبه العكاوي ده؟ قلت ايه؟ ماشي، هي الفلوس مش القصة يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطة؟ شكري I'm allergic to cats. شوف بتشتبه. لا بتقولك ربنا يشفيها يعني، ربنا يشفيها. عندي حساسية من القطط. لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطة هي، سندس دي خالتي ونايمة جوه، وعلى فكرة غلاوتها من غلاوة المرحوم أمي بالظبط، يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطة ايه؟ صلى على النبي. بقول لك ايه؟ انت خلاص ما تفرجوش علينا الناس مرة، انتوا قرايب واتفرجتوا واتقابلتوا تاني. بعدين مش فاضلكوا، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله، اقعدوا مع بعضيكم كده. يا سلام على جمالكم، ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم.